قصص عربية. سيد السحرة. في يوم من الأيام، عندما كان السحر فناً يحبه القليلون ولا يتقنه الكثيرون، عاش ولد يدعى أوليفر، الذي أحب أن يحلم أثناء اليقظة خلال النهار والليل أيضاً. كان والد أوليفر مزارعاً، فقد كل ثروته منذ بضعة سنوات أثناء المجاعة، والآن يكدح طوال اليوم مع ابنيه البالغين في الحقل، وهو يأمل أن يسترد أرضه يوماً ما بعد أن رهنها بالكامل لإنقاذ عائلته أثناء الوقت العصيب. ورغم أن أوليفر كان كسولاً، لم يكن غير طموح. لقد تخلى عن تعليمه لأنه علم أن والده لن يقدر على التكلفة، وكانت تلك تضحيته. تفهم والده الأمر، لكن أخويه لم يفعلا. ألا تخجل من الجلوس معنا لتأكل؟ أنت لم تساهم في هذا، والآن تأكل كأنك من أحضرته. توقف، إنه أخوك وابني أيضاً. بالطبع، لن تخبره بأي شيء. أوليفر. ولكن أيضاً أوليفر لديه حلم، حلم لم يفهمه أخواه. لقد أراد أن يصبح ساحراً، بل أعظم السحرة. وخلال السنوات الماضية كان يتعلم ويتدرب وحده كل ليلة. يا أولاد، تريدان رؤية خدعة؟ هنا. ذلك اليوم عندما وصل أوليفر للمنزل، سخر منه أخواه كالعادة. أوه، وصلت أخيراً. رجاءً اذهب لغرفة سموك، الطعام سيعد خلال ساعات. أبي، أتساءل لو أردت الخروج للصيد معي غداً، أريد أن أريك شيئاً. بالطبع يا بني. في اليوم التالي خرج أوليفر ووالده إلى الغابة، وعندما وصل لاحظ أوليفر حيرة والده. أبي، أريد إخبارك بشيء. أنا ساحر الآن، ويمكنني فعل أشياء بترقعة إصبع. فقط شاهدني. خلال لحظات ترقع أوليفر إصبعه، وفجأة حول نفسه إلى كلب صيد. ثم أمسك حقيبة صغيرة بفمه وتوغل في الغابة، بينما ظل والده واقفاً في دهشة. خلال لحظات عاد أوليفر ومعه الصيد. تفضل يا أبي. شعر العجوز بسعادة لرؤية مهارة ابنه، وفي سعادة بالصيد قرر الرحيل. وحينها ماذا لديك هنا؟ كان هذا كلوديوس، تاجر المدينة الشرير الذي استحوذ على كل أراضي الفقراء المرهونة. كانت خطته بسيطة، أن يسرق الفقراء بمساعدتهم أثناء احتياجهم، ثم يضيف فائدة كبيرة على المبلغ المقرض حتى يبقى الفقراء مدينون له دائماً. أرانب يا سيد كلوديوس، 6 أرانب. كيف استطاع هذا الكلب اصطياد تلك الأرانب؟ أجل، إنه أمر لم أره من قبل. كان كلوديوس الجشع منبهراً، حتى أنه عرض أن يشتري الكلب. فكر العجوز قليلاً، ثم نظر إلى أوليفر وبابتسامة على وجهه طلب والد أوليفر مبلغاً طائلاً مقابل الكلب. ومن المدهش أن الاتفاق تم. رجل سخيف، هذا المبلغ بسيط مقابل هذا الكلب. وفي اليوم التالي خرج كلوديوس مبتهجاً إلى الغابة مع الكلب من أجل الصيد. وعندها فجأة بدأ الكلب يركض واختفى خلف الشجيرات. ربما يكون قد وجد شيئاً. يا كلب، أنت جيد، أين أنت؟ في تلك الأثناء عاد أوليفر لهيئته البشرية وذهب للمنزل.
أحسنت يا بني، نحن فخورون بك. لكن أوليفر لم ينتهي بعد. كلاديوس رجل شرير، علينا أن نجد طريقة لكي نساعد الآخرين. ما الذي تقترحه؟ في اليوم التالي تحول أوليفر لدجاجة ذهبية وحمله والده إلى منزل كلوديوس. غضب التاجر الشرير لرؤية المزارع، لكن بعدما رأى الدجاجة لمعت عيناه، وفي الحال وافق على دفع مبلغ طائل مقابلها. لكن عندما رحل العجوز تحولت الدجاجة إلى أوليفر، وبترقعة إصبع حول كلوديوس إلى كلب. فلترحل الآن، هذا هو مصيرك. ما التالي؟ حسناً، أعاد أوليفر لكل رجل أرضه وماله الذي كان في حيازة كلوديوس، وبعد ذلك هللت المدينة بأكملها له، وقد أصبح بطلهم. وأخبار أوليفر الساحر حيث كان يمدحه الجميع، مندهشون كثيراً لقدراته كساحر. ابن المزارع الكسول الذي لم يهتم لأمره أحد أصبح البطل الشجاع. أوليفر! 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 وبعد ذلك في يوم ما كان أوليفر في رحلة حول العالم، وأثناء رحلته وصل إلى مملكة جميلة كان يحكمها ساحر عظيم. وبمحض الصدفة وقع نظر أوليفر على ابنة الساحر العظيم الأميرة ماجينيا، ووقع في حبها من أول نظرة. من تكون؟ إنها الأميرة ماجينيا، ابنة ملكنا الساحر العظيم. إنها جميلة. لا تفكر حتى في الأمر، هناك أوامر بألا يحدثها رجل أو حتى يقترب منها، وإذا فعلها أي شخص سيقوم الساحر العظيم باضطهاده، لذا كن حذراً. لكن أوليفر لم يتوخى الحذر، لأنه لم يقع في حب أحد من قبل بهذه القوة. وبدلاً من ذلك فكر في خطة. استدعى والده إلى المملكة وأخبره بكل شيء. بعدها حول نفسه إلى حصان، ليس حصاناً عادياً، بل حصان له أجنحة. بعدها ذهب والده إلى قصر الملك الساحر العظيم الذي اندهش لرؤية الحصان الفريد، وفي الحال دفع مبلغاً كبيراً واشتراه من العجوز. ابتسم العجوز وهمس متمنياً الحظ في أذن الحصان. أنت حيوان جميل، فريد من نوعك. أنا سعيد جداً لكونك حصاني. لنذهب في جولة. ماذا أدعوها؟ جوية. أبي، ما هذا الكائن العجيب؟ أخبر الملك الساحر ابنته بكل شيء، وعلى الفور طلبت من والدها أن تقوم بجولة. أي شيء لك يا عزيزتي، هيا فلتحلقي. بمجرد صعود الأميرة قام بفتح جناحيه ورفرف في الهواء وطار على الفور. ومعاً طار فوق الأنهار والجبال. وبسبب سعادة الأميرة لم تلحظ أنها ابتعدت كثيراً عن منزلها. ياه، ما هذا المكان؟ شكراً لك، لقد أحببت. لم أرى شيئاً بهذا الجمال من قبل. أثناء فرحتها الأميرة ماجينيا ركضت خلف الفراشات ورقصت وغسلت وجهها بمياه باردة منعشة. وبعدها حان وقت الرحيل، لأن الشمس قد بدأت تغرب. في اليوم التالي أذن لها والدها أن تركب الحصان السحري مجدداً وتطير فوق الأنهار والجبال. أنت مدهش، أتعرف هذا؟ ها
هذه المرة أخذها الحصان لمكان آخر أكثر جمالاً من المكان السابق. ياه! وهكذا بدأت رحلة جميلة، كل يوم تركب الأميرة فيه مع الحصان وتزور أرضاً لم تتخيل وجودها. ما هذا؟ أنت تعتني بي كثيراً. ولأول مرة بعد عدة أيام تحدث أوليفر. هذا لأنني واقع في غرامك. ماذا؟ يمكنك التحدث؟ ماذا؟ أخبر أوليفر الأميرة بكل شيء، ويمكنكم رؤية عينيها تلمع. تحولت إلى حصان من أجلي بسبب القواعد التي وضعها والدي، وبقيت حصاناً طوال الوقت لتمضي معي الوقت فقط. يا أوليفر، عزيزي أوليفر، لقد تملكت قلبي وهو ملك لك وإلى الآبد. مرت الأيام وبدأ الساحر العظيم ملاحظة العلاقة الغريبة بين ابنتي والحصان، وبدأ يشعر بالقلق. يا مولاي، الحب بين البشري والحيوان شيء يعد مهيناً وليس جيداً، وسوف يضحك الجميع علينا. وماذا أفعل إذن؟ أقتل الوحش. ولذا في تلك الليلة تسلل الملك إلى الإسطبل وهو يحمل سيفاً في يده، وأخذ بنصيحة مستشاره. لكن عندما دخل لم يجد الحصان بالداخل، وفي مكانه توجد رسالة. أبي العزيز، احترمت قراراتك دائماً وفعلت ما طلبته مني، وسأحترمك إلى الأبد، لكن الآن أنا مغرمة، لم أشعر بهذا من قبل. إنما تظنه حصاناً كان ساحراً، الساحر الشهير أوليفر، وتظاهر أنه حصان ليكسب قلبي. ويا أبي، لقد نجح. أردت إخبارك بهذا لكن لم أتوقع ردة فعلك، ولذلك بكل أسف اضطررت للهروب بعيداً مع حبي. اعتني بنفسك وسامحني. يا خبر، إنه الساحر أوليفر الساحر العظيم. لا عجب أنه تنكر كحصان طائر، لا يمكنني فعلها. أوه يا ابنتي، لو أخبرتيني بهذا من قبل. لكن هذا خطأي، كنت أحبسك كثيرا. ماذا أفعل الآن؟ لأنني أريد أن أرتب لحفل زفاف كبير، لأن لا أحد يستحقك أكثر من سيد السحرة. وبحزن شديد كتب الساحر العظيم رسالة لوالد أوليفر، وعندما وصلته الرسالة تأثر أيضاً بمشاعر الساحر، وكان يعرف مكان ابنه فأرسل في طلبه. وعندما ظهر أوليفر مع ماجينيا أخبر العجوز بكل شيء. ما التالي؟ حفل زفاف بالطبع. أقام الساحر العظيم وليمة ضخمة وقام بدعوة الناس من كل مكان. بارك الجميع للزوجين ومدحوا أوليفر الذي أثبت بإرادته أن كل شيء ممكن. لا تكونوا صورة خاطئة عن شخص فقط لأنه مختلف.